كان واثق من مهاراته، اشتهر بحبه للمجازفة وكرس نفسه نجم برياضة الرالي، ونقل هالشغف لأولاده اللي ماشيين على خطاه مثل ما تشرب هالشغف من والده. بطل من أبطال الرياضة، شخص بحب التحدي، وبيوصف سباق السيارات والدريفتينج إنهم بدمه. كيف كون هالشهرة لحتى صار أسطورة بعالم الرالي والدريفتينج بالشرق الأوسط؟ عبدو فغالي بطل لبنان بالرالي، واكب والده على عمر 3 سنين خلال ممارسته رياضة السيارات ومشاركته بسباقات سرعة محلية عام 1980 و81، وزاد من حبه لرياضة السيارات امتلاك والده جراج تحضير سيارات السباقات تحت منزلهم. كرمال هيك ومن هني وصغار مشيت هالرياضة بدمهم هو وخيو روجيه بطل الراليات كمان، وكانوا يواظبوا على مشاهدة السباقات إلى جانب ممارستهم كرة السلة وكرة القدم والتنس. كان حلمه يصير بطل من أبطال الرالي، ورغم انه كلفتها ما كانت بسيطه ابدا الا انه طور نفسه وحقق حلمه. دخل عبدو عالم سباقات الرالي عام 1998 على عمر 19 سنه، ومن اول بطوله حقق المركز الثالث بالترتيب العام على البطوله كلها، وكانت مفاجاه لاهله اللي كانوا معارضين دخوله هالعالم لكونه خطر ومكلف، لكن عبدو اثبت له انه جدير بممارسه هالرياضه بالنتائج الباهره اللي حققها، وبياكد انه ما خاف يوم من هالرياضه لان سيارات الرالي مزوده بعوامل سلامه تامه. طبعا نحن دائما هالمشوار ما بيكون كثير هين، دائما في عنا عقبات وصعوبات. اول شيء نقدر ندبر ممول او سبونسر، لانه هالرياضه هيدي تعتبر من اغلى رياضات بالعالم، تنقدر نكمل. وكثر خير الله من اول ما بلشت قدرت من سنه 98 يكون عندي سبونسر، وطبعا النتائج من بعدها هي اللي بتساعد نضل نقدر نستقطب سبونسر جديد. اكيد في عنا عقبات كثير كبيره، غير انه انا كدرايفر بغلط او سيارتي بتخزلني محل بعطل ميكانيكي، بس دائما راجع وي هاف تو ريجروب مثل ما بيقولوا، نجمع حالنا انا والكو درايفر والفريق ونشتغل نتعلم من اغلاطنا لنحقق نتيجه احسن دائما بالرالي الثاني. حدد عبدو ابن ال 45 سنه اهدافه ووضع خطه عمل لتحقيقها تدريجيا خلال مشاركاته بالسباقات بلبنان والمنطقه، وقدر يحط من الرقم القياسي لاطول الدريفت لعام 2013 لما قطع مسافة حوالي 11000 متر من الانجراف المتواصل، أي حوالي ضعف الرقم العالمي السابق. وتوج عبدو رصيده الحافل بفوزه ببطولة لبنان للراليات عام 2013، واحتل المركز الثاني برالي لبنان الدولي بسنين 2000 و2003 و2004 و2006 و2012، وحصد المركز الثالث بسنين 2002 و2011 و2013، وتوج عبدو بطل للشرق الأوسط بمسابقة تسلق الهضبة ما بين العام 2007 و2010، وتوج بطل للبنان بالمسابقة بين العام 2006 و2013، وتوسع بمشاركاته براليات دولية عام 2003 بسبع راليات أوروبية، وكمان بيقدم عبدو برنامج دريفن على قناة MBC. كان حلمه يصير بطل من أبطال الرالي، ورغم أنه كلفتها ما كانت بسيطة أبداً إلا أنه طور نفسه وحقق حلمه. ومثل ما كان لوالده التأثير الكبير بشغفه بهالرياضة، عبدو بدوره كمان أثر على أولاده كريستوفر ولوكا بأعمار صغيرة كتير من خلال مواكبتهم إلو بسباقاته وتعليمه إلهم. صحيح أنه الرياضيين بوقفوا احتراف الرياضة على عمر 30، إلا أنه عبدو قرر أنه طالما صحته مساعدته فهو مكمل بهيدا المشوار. كتير ناس بيسألوني لأمتين رح نضل، أنا صار اللي بالتحديد من عام 1998 بلشت هالرياضة، يعني صار 25 سنة، بس بعد ما زهقت بعدها بدمي، طالما هي الفاشن او الشغف تبعي ما راح اوقف، ما بعتقد صار في عندنا باوندريز، نحن تقدمنا، انا بعتقد بلاقي حالي بعدني فيزيكلي فت، بعدني بعمل بسيكلات، بلعب تنس، بلعب باسكت، بيجي تسوق كارتينج حتى كمان هون مع اولادي، ما عندي اي مشكله، بعتقد لعمري يمكن ال 60 بكون ساعتها عم نقدر نعمل كم سبق انا واولادي ضد بعضنا، بدي اياهم يجوا ويسابقوني، ومن بعدها ساعتها بنقرر اذا بنعلق هالطاس هيدي هالكاسك هيدي على جنب وبنقول بس لحد هلا بقول لكم ما في عندنا ليميت. وكانت قصة عبدو فغالي قصة فرح.